سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. حجبت أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كيف ولا كيفية فما النظراء والأشباه. تعاليت وتباركت يا قدوس يا الله يا من لك السجود بأوجه وجباه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه والكل تحت القدر وهو إله. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون من هذه الساحة العامرة ساحة آل بنداري وفي ليلة تكريم الجد الكريم حاج رمضان بنداري نعيش ليلة قرآنية نسعد فيها باستماعنا لآيات الله البينات تتلى من قارئين جليلين. من ارتقى منصة التلاوة الآن فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية كما نشرف أيضا بابن هذا البلد الطيب أهله فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف عيد الشرقاوي القارئ العلم بمصر والعالم الإسلامي ونبت هذا البلد الطيب أهله قرية السعدات والمقيم بمحافظة القاهرة. نبدأ جمعنا بتدبرنا خاشعين منصتين لآيات رب العالمين مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نعم يا مولاي وهو الذي في السماء وهو القديم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الله يفتح عليك يا مولانا قل قل إن كان اليوم
رسول الله، اللهم صل عليه وأكرم من يصلي عليه. نعم يا سيدنا. قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تبارك الله. فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Thank you.
حكيم يا علي. الله يفتح عليك. وهو الذي في السماء أكبر.
وإن تقول المساك وإليه ترجعون. الله 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 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإن تقوم علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وقيله يا رب.
وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون. عليك يا ابو علي. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلنا وقيله يا رب صل عليه وقيله يا والكتاب
تعليق. يا رب يا رب. يا من أنزلت الفرقان بسم الله يا الرحمن الرحيم. ليك يا شيخ محمد.
الله يفتح عليك يا مولانا. كمان بقى من نص ساعة واحنا مستنين الجواب ده. كمان الله يفتح عليك. رب السماوات والأرض يغشى الناس هذا عذاب أليم. يا رب الجزاء صنف العمل أجنا يا رب. فارتقب يوم تأتي السماء Yeah.
ربنا اجب يا تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي. ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارون شرقية. شكرنا إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا. باسمي أسرة راحلنا الكريم الحاج رمضان الداري ونشكر أيضا سيد المهندس عصام همام وشكرنا لصاحب الفراشة والإنارة عماد مسلم السعدات ولمقدم واجب الضيافة محمود ابو صابر الظاهرية التل الكبير. شكر الله سعيكم جميعا وداعين الله تعالى ألا يريكم مكروها أبدا.